موقع أنا السلفي. حملتهم الصليبية الجديدة ليست جيوشا وإنما مفكرين يسمونهم بالمستشرقين، بدأوا يذكرون كل قوم بمآثرهم، ولم يكونوا يستطيعون في ذلك الوقت أن يتكلموا عن مصر والشام والعراق، وإنما فقط قالوا العرب والترك والفرس، فصاروا يتكلمون عن هذه القوميات الكبرى ويقولون للعرب: أيها العرب، يا من أنتم أشرف الناس نسبا، ومنكم الرسول الخاتم، ومنكم والكتاب نزل بلغتكم، لماذا ترضون أن يحكمكم الترك؟ وحكم الترك وإن كان فيه مخالفة لشرع الله عز وجل، حيث قال الله عز وجل أن يكون الخليفة قرشي، لكن طالما تغلب الترك وهم مسلمون وهم يطبقون شرع الله تبارك وتعالى، فالواجب حينئذ أن يطيعهم المسلمون. وقد كان وكانت الأمة الإسلامية كلها تخضع لهذه الخلافة، فجاءوا للعرب يقولون لهم: نحن نريد أن نعيد الحق إلى نصابه. انظر إلى هذه السذاجة، الأوروبيون يريدون أن يعيدوا الخلافة إلى بيت النبوة القرشي. هل من سذاجة أعظم من هذا؟ وخدع بهم من خدع، ودعيت إلى القومية العربية كبديلا عن القومية الإسلامية. ترى كم خسرت أمة الإسلام في ذلك التوقيت من أمم وشعوب يدينون بلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كانوا هم في ذلك الوقت هم حماة ثغور الإسلام من جميع الجهات، هم حماة البوابة الشرقية كان إنما يحميها الأكراد، والبوابة الشمالية إنما يحميها الأتراك، والبوابة الغربية إنما يحميها البربر، وكلها بينما كان قلب الأمة الإسلامية هذه البلاد العربية، فيها كتاب الله عز وجل، فيها العلم والعلماء، في بغداد وفي القاهرة وفي الأسكندرية وفي دمشق، كانت هذه بلاد يحميها كل المسلمين من على بعد آلاف الكيلومترات، يحمونها بدمائهم وأموالهم وأرواحهم، لأن هذه المدائن كانت هي عواصم العلم وعواصم التي يقصدها الناس لكي يدرسوا دين الله عز وجل. كانت الأمة آنذاك أمة واحدة رغم الضعف ورغم ما كان مما كان، إلا أن هؤلاء جاءوا فجعلوا الأمة العربية منكمشة في الجزيرة العربية والشمال الإفريقي، وحتى الشمال الإفريقي ضنوا على الأمة العربية به، فصاروا يكلمون هؤلاء أن معظمه إنما ينتمون إلى البربر، وأن جنوبه إنما ينتمون إلى الزنجي، فحصرت هذه الأمة والإسلام ينحصر معها، والشعوب الأخرى تنادي على العرب: آمنا بربكم وكتابكم ورسولكم، وسلمنا لكم بالقيادة، وسلمنا لكم أنكم قد شرفكم الله عز وجل بأن هذا الدين قد نزل عليكم، فلماذا تتركوننا؟ لماذا تتخلون عنا؟ لماذا تتركنا لغيرنا؟ ولا حياة لمن تنادي. قطعت الأمة العربية عن الأمة الإسلامية، ثم هل رضي الأعداء بذلك؟ لم يرضوا، حتى قطعوا أواصل الأمة العربية، قطعوها إربا إربا، وصاروا يقطعونها شعوبا ويحيون بينها أنواع النعرات وأنواع القوميات، حتى صاروا الآن يأكلون كل شعب على حدة، وكل شعب يا ليتهم حتى ينتبهون ويقولون كما قال ذلك القائل يوما: أكلت يوم أكل الثور الأبيض، ولكنهم حتى لا ينتبهون. إلى أن الدور ولا بد سيأتي عليهم، وأن هؤلاء القوم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، سواء اجتمعت الأمة تحت راية واحدة أو تفرقت الأمة شيعا وأحزابا، فهم يأكلون كل فريق وراء الفريق الآخر. والعجب أن ينخدع الناس بأمثال هذه الدعوات، والعجب أن تجد أن كل شعب صار يرمي بالتهمة
على الشعوب الأخرى. فهؤلاء قد باعوا أرضهم لليهود، وهؤلاء قد عقدوا معاهدة سلام معهم، وهؤلاء فعلوا كذا وكذا، وهؤلاء مسلمون. كل هؤلاء الذين انحرفوا من كل شعوب الأرض، نحن ينبغي أن نقول أن أمة الإسلام بغض النظر عن جنسية من فعل